هذا المشروع يقضي في تحسين النوعية وكمية المياه المزودة للمواطن في نابتة حوالي 1800 مواطن. وطبعا من خلال هذا المشروع ممكن معالجة قضية تسرب المياه، هي أهم نقطة في هذا المشروع. وبلا شك إنه تواجدنا هنا في نابتة اليوم يعكس على عمق الصداقة ما بين فلسطين واليابان في شتى مجالات وعلى كافة المستويات، حيث أنه يتجلى ذلك في آخر زيارة الرئيس فخامة الرئيس محمود عباس إلى اليابان، حيث التقى بإمبراطور اليابان لأول مرة ورئيس الوزراء اليابان شينزو آبي، بحث عن سبل تقوية الصداقة ما بين البلدين. ونحن نعمل معكم شركائنا وأصدقائنا في الحكومة الفلسطينية ومؤسسات الأهلية وقطاع خاص وبلديات من أجل الوصول إلى الهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة التي تعيش جنبا إلى جنب مع دول المجاورة. أهمية المشروع هو عبارة عن إعادة تأهيل شبكة مياه. شبكة المياه هي راكبة في عنبتة من أكثر من 30 عام، كانت فيها مشاكل كثيرة، وأهم مشكلة كانت الفاقد وجودة المياه. عملنا على تحويل حوالي 2000 متر هدول، وحاليا قللت عنا الفاقد. طبعا التمويل من الحكومة اليابانية والشعب الياباني، خاصة انه تربطنا كفلسطين صداقة متينة مع الشعب والحكومة اليابانية، واللي هي سلسلة من المشاريع يابانية بقوموا فيها فلسطين ومن ضمنها بلدة عنبتة.